وينضم إلينا من مستشفى بريد المركزي مراسل الأخبار السعودية الزميل علي العطينان. علي، بداية مساء الخير، كيف تبدو التجهيزات والخدمات المقدمة لديكم؟ ضعنا في الصورة. نعم، مساء الخير عبد الرحمن، تحية لك وللمتابعين الكرام من هنا من مستشفى بريدة المركزي. والإجراءات الوقائية والاحترازية زميل عبد الرحمن مكتملة وفق ما هو معد ومخطط له من قبل التجمع الصحي بمنطقة القصيم وأيضا مديرية الشؤون الصحية ومختلف القطاعات المعنية وعلى رأسها أمارة منطقة القصيم التي تتابع كل الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا في منطقة القصيم. العديد من الإجراءات اللي اتخذتها كثير من الجهات، أيضا متابعة للقرارات الصادرة من الجهات المعنية بإغلاق المجمعات، أيضا بمنع مزاولة الحرجات وأيضا المزادات، بالإضافة إلى إغلاق كثير من المتنزهات وأماكن الترفيه. كل تلك الاحترازات تمت وفق ما هو معد ومخطط له. في هذه الدقائق عبد الرحمن وأيضا المتابع الكريم نتعرف أكثر على جهود التجمع الصحي بمنطقة القصيم وأيضا عن الاستعدادات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا. والحديث رحب بضيفي الكريم الأستاذ تركي المحارب المتحدث الرسمي للتجمع الصحي بالقصيم. أستاذ تركي، بشكل سريع إذا سمحت، تحدث اليوم عن الإجراءات والتدابير اللي اتخذها التجمع الصحي، لو أطلعت المشاهد عليها. حياك الله أستاذ علي. هناك العديد من التدابير والإجراءات من خلال وضع نقاط لفرز جميع الحالات التي ترد للمنشآت الصحية واتخاذ الإجراء اللازم وفقا لمعايير وإجراءات مكافحة العدوى بوزارة الصحة. ولله الحمد هناك جهود حثيثة من قبل القيادات الصحية بالمنطقة بمتابعة من سمو أمير منطقة القصيم للحد من انتشار فيروس كورونا، وهي على قدر عالي من الجهود المبذولة ولله الحمد. جميل. طيب، اليوم في ظل هذه الإجراءات الاحترازية مؤكد لكم رسائل توعوية تثقيفية للمجتمع يعني البعد عن بعض السلوكيات والأنماط اللي قد يعني كانت متاحة لهم، اليوم تم منعهم لسلامتهم. هناك مبادرات توعوية انطلقت بالمنطقة تهدف إلى تصحيح بعض من المفاهيم تجاه كثير من السلوكيات الخاطئة، وتساهم بإذن الله في رفع وعي المجتمع، وهناك نتائج إيجابية بهذا الشأن للحد من فيروس كورونا الجديد. الله يعطيك العافية، شكرا. نعم زميل عبد الرحمن، أيضا امتدادا لهذه الجهود وأيضا الإجراءات الاحترازية، سمو أمير منطقة القصيم اليوم يعقد الاجتماع الطارئ الثاني لمتابعة الإجراءات والتدابير لضمان سلامة وصحة المواطن وأيضا المقيم والزائر لمنطقة القصيم، وأيضا الوقوف على كل الإجراءات اللي اتخذتها كل الجهات المعنية للحد من انتشار هذا الفيروس. شكرا لمراسل الأخبار السعودية من بريدة الزميل علي العطينان وضيفه الكريم، شكرا لك.